I have a lecture here in Arabic, but if anybody needs translation, with the brother here in the back, please go to him. He will be able to translate, inshallah. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحباب في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة غافر، وبدأ فضيلة الشيخ بالآيات المتعلقة بحملة العرش، وهذه تستوجب علينا أن نقف أمام هذه المنة الربانية العالية. فالله عز وجل اصطفى الإنسان من بين الخلائق فقومه دون الخلائق، كل الخلائق قوم، وابن آدم فاق في تقويمه كل مقوم. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لم يقل في تقويم، وأحسن صيغة تفضيل. وهذا جاب قسم، والرب يقسم ولا يقسم إلا بعظيم. ما المقصود بالقسم هنا؟ هذا علم كامل عن القرآن الكريم، علم الأقسام، وفيه مؤلفات، القيم رحمه الله تعالى له مؤلف طيب اسمه الأقسام في القرآن وغيره. أقسم بالتين والزيتون، ماذا نفهم منها؟ التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله، طب ما ارتباطهم بطول السنين؟ وما علاقتهم بهذا البلد الأمين؟ الرب يا إخواني يقسم هنا بأعظم ما أنزل، بل بكل ما أنزل من أديان ومن أحكام. التين كان شعر آدم ورمز لدينه، لما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة وحواء ستره الله بورقة التين. احنا تعودنا ورقة التوت، لكن هي ورقة التين، فكان شعاره التين، فالتين رمز لدين آدم، والزيتون كان شعار لأول أولي العزم الرسل وآخرهم قبل النبي. نبي الله نوح كان شعاره الزيتون، لماذا؟ لما طغى الماء وأغرق الأرض، ما علم بانتهاء هذه القضية وسلامتهم معه إلا حين خرج الطير إلى الأرض فجاءه بأغصان الزيتون، فصار شعارا رمزا لدين نوح عليه السلام. وكان أيضا شعار السلام الذي رفعه نبي الله عيسى في وجه من أرادوا قتله. إذن الزيتون إشارة لأول أولي العزم الرسل وآخرهم قبل النبي. أوسط الأنبياء موسى جاء الرمز إليه في قوله: وطور سنين. يبقى التين رمز لدين آدم، الزيتون رمز لدين نوح وعيسى، طور سنين رمز لدين موسى، وهذا البلد الأمين رمز القرآن الكريم. وكأن الله يقسم بأعظم ما أنزل من أديان على هذا البيان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التقويم له جوانب. أول جانب أن الله استثناه في الخلق من بين كل خلق، كل الخلق خلق بكلمة كن فيكون، والإنسان خلقه الله بيديه،
إذا قلت على إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذا معنى خطيب جدا. لما خلق بيدي علمت الملائكة وعلم الجن وعلم سائر الخلق أن للآدم مكانة عند الله ليست لغيره، وأنه قوم تقويما فاق غيره، أحسن تقويم. إبليس عد هذا يعني حسد طبعا عنده، عد هذا كيف يقوم آدم عليه، وهو الذي كان أعبث في خلقه، يعني خلق قبل نفخ الروح فيه كانت طينة آدم تتدرج من حالة لحالة، وإبليس يأتي بعود يعبث فيها يقول لئن كان لهذا الإنسان شأن أو لهذا المخلوق شأن لأعادينه معحتي يا محيط، فاستعدى نفسه على آدم قبل خلق آدم، وبدأ من هنا الأعداء. إبليس كان سر إنكاره التكريم لله لآدم، لذا قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، كرمت عليه، هذا موضع التكريم في كونه خلقه بيديه. ثم لما وجد الملائكة أن آدم بطبيعة خلقه قد يقع في الفساد، فقال أتجعل فيها، لما أخبرهم الله باستخلافه قال أتجعل فيها من يفسد في يسفك الدماء ونحن نسبب حمدك ونسلك. طب أحد يسأل هل يعلم الغيب؟ لا أحد من الملائكة يعلم الغيب، علم الغيب خاص بإذن الله، قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم وخلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالة ربهم وحاطب من لديهم وأحصى كل شيء عدد. سبحانه وتعالى. لكن الملائكة قرأوا المشهد قراءة ملائكة، لهم نظر لهم تدبر. الإنسان اختلف خلقه عن الجان عن الملائكة، كل هؤلاء فيهم نفخة بالروح، الروح طبيعتها السمو، لكن لما التحم بالنور النور سامي، فسمى النور مع الروح، فجاء الملائكة في صورة طاعة بالمعصية. لما امتزجت الروح بالنار النار انحطت بالروح فأفسد الجان، والجان خلق قبل الإنسان ووقع الإفساد قبل وجود الإنسان، قال تعالى والجان خلقناه من قبل من قبل خلق الإنسان من نار السموم. فلما جاء خلق الإنسان طين مع الروح، الطين أثقل من النار، فإن انحطت النار بالروح فأفسد الجان، فكيف لا انحط الطين بالإنسان فيفسده بما فوق الجان، وذا كان موضع القياس. فرد الله عنه بقوله إني أعلم، أي أعلم من خلق آدم ما لا تعلم، يعلم فيه ما على به مجرد الطين، إنما عنى به أن نفخة الروح اختلفت من آدم عن الملائكة عن الجن، النفخة في آدم تميزت فأعطت لآدم قوة لم يعطها للملائكة ولا الجن. ليه؟ أثبت الله لهم ذلك عملا. سر الروح يا إخواني في القلوب، والقلوب موضع الوعي في الإنسان، وتعيها أذن من وعيها قلوب من وعيها، بل كما قال عن المطلف حديث كميل بن زايد يقول كميل أخذ علي بن المطلف بيدي فلما أصحرنا صرنا الصحراء قال احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. قلب آدم أوعى من قلوب الملائكة والجن بدليل عملي رب العباد أحدثه في حينه، علم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة والجن. قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجن، فحفظ كل الأسماء فقط لا واحتفظ بها. هتقول لي حفظ نأخذها من علم، طب احتفظ من أين جاءت؟ من قوله ثم عرضهم، ثم تفيد العطف مع التراخي، لم يحدث العرض في حينها بل حصل بعدها بسنين، فدلت ثم على أنه احتفظ بالأسماء فترة طويلة جدا، فدل على طاقة آدم القلبية رهيبة جدا في حفظ الأسماء وفي الاحتفاظ بها بما فوق الملائكة والجن. بعد هذه المدة رب العباد وجه لهم السؤال قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هل يطلب منهم شيء لم يحضروه؟ حضروه وبلش حضر، عجزت الملائكة وعجز الجن، فلما ثبت عجزهم واعتذروا بعجزهم لا بجهلهم
قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندها طلب السجود، وإذ قلنا الآية التي بعد مباشرة قال وإذ قلنا السجود، وإذ قلنا الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا ظهر الآية يجعل إبليس مستثنى من الملائكة، مش كده ليه؟ وإذ قلنا الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من جنس الملائكة؟ أبدا. لكن عندنا قاعدة في اللغة العربية أن الاستثناء نوعان، في استثناء متصل ومنفصل. المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول قام القوم إلا أحمد، أحمد من القوم من خارجهم. وقد يأتي الاستثناء منقطع ليس من القوم بل من توابعهم، نقول قام القوم إلا حمار، الحمار من القوم أبدا لكن من توابع القوم. وهنا استثناء منتصر منفصل يقين منفصل. وإذ قلنا الملائكة سجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس اللي كان تابع من توابع الملائكة وليس من الملائكة، بدليل آية الكهف لما قال إلا إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. إذا ندرك لما حدثت هذه القصة وقع هذا الاستثناء، الملائكة علموا أن الله أراد للإنسان تكريما فسجدوا، بل وجدوا من الله حبا للإنسان وتدليلا للإنسان حملهم على أن يجعلوا من قرباتهم لربهم رعايتهم من الإنسان، متابعتهم من الإنسان، دعائهم من الإنسان. أنا سخت هذه المقدمة كلها حتى نص الآيات يحكي لنا ربنا حال أفضل الملائكة حملة العرش، صفوة الملائكة. من وصف الله عبادتهم بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وصفهم بقوله بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. لكن لما رأوا حب الله الإنسان وتكريم الإنسان جعلوا جزء من عبادتهم لله وتوددهم لله دعائهم للإنسان، فعلى ذلك كل الملائكة من حملة العرش فمن دونهم. والآية هنا تحدثنا عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حولهم، دول صفة الملائكة يسبحون بحمد ربهم عبادتهم ويؤمنون به بس لا، وجعلوا جزء من عبادتهم ويستغفرون الذين آمنوا من إنسان. أي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر، ده جزء من عبادتهم اليومية الدائمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم، كم دعوا دعاكم بهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم بس، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، يعني يدعو لك ولآبائك ولزوجتك ولأولادك. كم واحد فينا يفتكر كل دول في دعائه؟ ها؟ تفتكر زوجتك في كل صلاة ولا بتطنش؟ خفف عنكم بدعاء طريف. أحد علمائنا كان في مجموعة علماء راح ينزلوا في البيت ورجل كبير في السن، ففوجئوا أن الناس قاعدين في مجلس بنادي مراته، فعادت تغزل يا فلة يا وردة يا ياسمينة يا أمرة. فأحد العلماء قال له يا مولانا اتق الله، احنا يعني بتغزل في اللوح احنا قاعدين قدامك. قال له سامحني أصلا نسيت اسمها. فاللي نسي اسمها هفتكرها في دعائي. وصلت؟ ها؟ الملائكة ما تركوها، لا أبوين ولا زوجة ولا أولاد. ربنا ادخلهم جنات عدن لا تعطل مصالحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإن جعل الملائكة حملة العرش نصيبا من عبادتهم لله الدعاء لمن آمن من البشر، فكيف بمن دونهم ملائكة؟ منهم من سخر حياته الإنسان
طاعه لرب الانسان، لانهم لا يفعلون شيء الا بامر الله وهم بامره يعملون. تخيل ان منهم فريق كامل يفوق عدد الانسان، جعلوا عملهم في حياتهم الليل والنهار يذكر الانسان بربه. كل انسان منا له قرين من ملائكة، قرين متفرغ لك، ملك أي ملك متفرغ لك 24 ساعة في 24 ساعة. كلما وسوس لك إبليس بالمعصية حضك هو على الطاعة، ذكرك بالطاعة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قال حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا. يعني يقول لكل إنسان حتى أنا لي ملاك للشيطان. قال ولكن الله أعانني على الشيطان فأسلم، فأصبح يدعونا الخير ويحضن عليه. طيب شيطان النبي أسلم، شيطاننا أسلمت ولا شيء كله شغال؟ وصلت؟ إذن جعل الله لنا قوة دافعة داعية للخير، الخير في كل لحظة، ملك متفرغ لك. أي نعمة من الله بعد هذه النعمة أن يسخر لنا هذا الكم من ملائكته للإنسان. إنسان حتى العاصي منه له ملك يحض على الخير يذكره به. واضح المعنى الخطير ده؟ فقط لا، ده الملائكة كل مجموعة تخصصت في أمر يخص الإنسان. ملائكة ينزلوا صلواتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، فرق كاملة تنزل من السماء لتشهد عبادتنا وتتناوب من وطشيات ورديات. فيتجمع في صلاة الفجر ملائكة الليل الذين باتوا معنا مع ملائكة النهار الذين سبقوا معنا، يصلوا معنا الفجر. فإن فرغنا من صلاة الفجر صعد ملائكة الليل وبقي ملائكة النهار، فأسأل الله من صعد ما حال عباده، يبلغه الحال أول بأول، تقرير يومي، تقرير يومي. يا ربنا جئناهم يصلون تركناهم يصلون، لتكون كل هذه دعوات لنظر الله للعباد وإكرام الله للعباد، يتودد لله بهذا. فإن جاء العصر نزل ملائكة الليل فحضروا مع ملائكة النهار معنا صلاة العصر، فإن فرغنا من صلاة العصر صعد ملائكة النهار وبقي ملائكة الليل ليسألوا نفس السؤال ويعطوا نفس الجواب. وصل معنا؟ إذا ندرك دون متخصص الصلاة، هناك ملائكة معك يصلون معك يتابعونك. إذا رأهم ملائكة الشياطين معك يفروا منهم يلاحقون يتابعون، قرناء لنا غير هذا. عبادتنا كلها هيأتي علينا رمضان، رمضان يتجلى الليل والنهار، حتى إذا كانت ليلة القدر يحدث الله تغيير كوني. مش الأعداد العادية المألوفة بتنزل كل يوم، لا، ملايين الملائكة من كون الله المبثوث يتجمعوا في الأرض ليروا عبادتنا لله ليلة القدر. كم عددهم؟ الرب وصف مواقيت نزولهم فقط، قال تنزل الملائكة والروح إليه. تنزل الملائكة والروح فيه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني تنزل، لا ينزل جميعهم جملة واحدة، يستمر نزولهم من غروب الشمس في ليلة القدر حتى أذان الفجر. كم عدد من ينزل؟ ملايين. تخيل أن كل دول لهم مهام في الكون، السموات والأرض جزء صغير جدا في ملك الرب، يقول صغير جدا. يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه؟ ما ضعه رب العباد تحت قدميه، الكرسي اسمه الكرسي، والكرسي خلف العرش. النبي يصف يقول مثل السماوات السبع كلها بما فيها ومن فيها والأرض ذرة فيها. قد نسب السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي، في الكرسي كحلقات في فلاة، وضعت ختم في صحراء أفريقيا.
كم يساوي؟ السماوات السبع والأرضين السبع بكل ما فيها وما فيها في جانب العرش حلقة في الصحراء، خاتم في الصحراء، لا وزن لها. ومع ذلك يقول والكرسي في العرش كحلقة في الفناء، خاتم في الصحراء. تخيل أن الملائكة اللي تحت العرش وتحت الكرسي وفي الملك وفي السماوات، كل هؤلاء يتجمعوا لينزلوا إلينا في ليلة قدر ليشهدوا عبادتنا ويصعدوا إلى الله يبشرونه بقيام الناس ليلة القدر. أي نعمة بعد هذه النعمة؟ أي ولذلك كانت أعظم ليلة في حاجة. وكذلك في الحج، في الحج لما وقف النبي بعرفة يوم عرفة قام يخطف الناس فقال أيها الناس أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني أطت السقف بتاعها لب، لما سقف كهذا نضع عليه حمل أثقل من تحمله تلاقي السقف نفسه يطلع ينزل، دي اسمها اللب. كم سمك السماء يا أخوان؟ مثل ما بين السماء والأرض. سقف بهذه الكثافة معنى لب يبقى الحمل عليه شكله إيه؟ رهيب جدا. النبي يصف المشهد فيقول أطت السماء، لبت لب سقفها وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله ساجد أو ملك لله راكع أو ملك لله قائم. كل دول جاءوا يشهدوا الحجيجة بعرفة يوم عرفة، فيتجمع على السماء مليارات الملائكة ويتجلى الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي هذا الجمع بالملائكة فيقول يا ملائكتي، يا ملائكتي اللي انتم بتكرموني وتطيعوني وتتودوا لي بدعائكم الإنسان وحرصكم على الإنسان، تعالوا شوفوا الإنسان. يا ملائكتي انظروا عبادي الوقيف معرفة يوم عرفة، أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله، كل هذا الكم، كل هذا الكم سخره الله لنا بهذه الكيفية العجيبة جدا جدا. وهم يفعلون ذلك طاعة لله، طاعة وعبادة ويرتضيها الله منهم طاعة. إذا ما فعلوها إلا بأمره، ما فعلوها إلا طمعا في رضاه، ما فعلوها إلا ليعلم الإنسان إلى أي مدى كرمه الرحمن والناس في غفلة قاتلة. تخيل إنسان رب العباد يسخر له كل هذا الكم ملائكة وهو البعيد أجرب أبتر لا حس له ولا حياة. غير هذا، غير هذا، مجرد إحياء السنن لها ملائكة مخصوص. في حديث وارد إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وزوائب النساء، الشعر الضفار بتاع النساء، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالزوائب. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. مجلس كهذا ملائكة مخصوصون يجوبون الأرض يلتمسونه، وعنهم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فتصعدوا الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي، وهو عالم بحالهم، لكن سؤال ليقررهم على الحقيقة الأولى لما قال إني أعلم ما لا تعلمون. ها يا ملائكة ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك، يعني يهللونك، ها يقولوا هللويا، صح صح، يقول لا إله إلا الله، دي لغة عربية فصحى، ها ها، في كلمات إجمالية موجودة في اللغة العربية، الكلمة تعني جملة، يقال بسملة حمدلة حيصلة حيفلة حوقلة دعمزة جعفلة، فهمت حاجة؟ كل كلمة دول من دول تدل على الجملة. بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم،
حمدلا قال الحمد لله رب العالمين. حي صلى قال حي على الصلاة. حي فلا قال حي الفلاح. حوقلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دعمزا قال لأخيه أدام الله عزك. جعفلا قال لأخيه جعلت في ذاك. هللا قال لا إله إلا الله. ها؟ يبقى أحمدونك ويهللونك ويكبرونك وفي رواية لون كتابك. فيقول تعالى الملائكة مقررا وهذا رأوني اللي فعلوا هذا. هذا رأوني الملائكة رأوا ربهم إحنا لم نرى. ها؟ فإذا هم سبحوا بعد ما عاين معينه لا عجب ولا غرب. لكن كيف يسبح من لم يرى؟ فيوجه السؤال فكيف لو رأوني؟ وهل رأوني؟ يقول لا. يقول كيف لو رأوني؟ أما لو شافوني نعمل إيه؟ فيجيب الملائكة وده الشاهد لكان أشد لك تسبيح وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وفي رواية تلاوة كتابك أشد مما قيل من حالهم الآن وقيل من الملائكة. يعني إذا كان الملائكة سبحونك وحمدونك لو أن البشر رأوا منك ما رأى الملائكة لكان حمدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم يفوق الملائكة. وضح المعنى دخيدة لكانوا أشد لك منا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وهذا إقرار من الملائكة بفضل الإنسان. فيقول تعالى موجه سؤال آخر وماذا يطلب عبادي؟ ماذا يطلبون هذه الاجتماعات وهذه الجلسات؟ يقول نطلب الجنة. فيقرر مرة أخرى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها؟ الملائكة رأوا الجنة. الإنسان ما رأى وعاش على أمل أن الله وصف له وهل رأوها؟ فيقول لا. فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة أي منا. فيقول تعالى هم يتعوذ عبادي يقولون من النار. يقول تعالى هل رأوها؟ يقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب في الثالثة لكانوا أشد منها هربا أي منا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له كلكم بمجلس بمجلس. فالملائكة يستثنوا يقول يا ربنا فيهم فلان ليس منهم. ده مش واحد من الذاكرين متعودين سبحوك على طول. إنما جاء لحاجة يعني ماشي في الشارع والبرد شديد وما لقاش مكان قدام إلا الجامع دخل اضطر يقعد في المجلس. ها؟ واحد ثاني ليه يعني كم دولار عند واحد في المصلي فقعد مستنيه عقبال ما خلص عشان ياخد الأشياء بتوعه. ها؟ ده مش واحد مذاكرين ومسبحين إنما جاء لحاجة. الملائكة يعترضوا بهذا مش اعتراض يعني يشير لهذا فيقول يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول لهم تعالى هم القوم. القوم يعني أسمى قوم بالتعريف. وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسه يغفر له معهم. وصل معنى الدقيق ده يا إخواني. أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك أن لما أذكر لنا رب العباد الملائكة وحملة العرش خاصة فرب العباد يبين لنا أن الملائكة ليس إن فعل ذلك حملة عرش يبقى غيرهم في المسارعة والمسابقة في خدمة الإنسان أسرع أسرع وأقوى وأشد. بل ما ترك الإنسان في حال. إن قمت تصلي بليل يا سلام الفرحة الفرحة عندهم يجعلوك لهم إماما. ولذا سن لنا بالليل أن نجهر بالتلاوة خلاف النهار لأن صلاة الليل مشهودة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نبين هذا يقول إذا قام العبد من ليلة فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون. أنت تقول أفضلين هو رجل أمين. وإن أمن الملائكة على دعائك يبقى استجيب استجيب. بل في الحديث إذا دعا العبد لأخيه المؤمن بدعوة على بجواره ملكين يقول آمين ولك بالمثل. إن أنت دعوت به يصل إليك قبل أن يصل صاحبك. آمين ولك بالمثل بمثل ما دعوت به لصاحبك.
بس طرفة تخفف عنكم شوية. واحدة ست سامعة جوزها عمال يدعي، هو في صايم في رمضان تاني يوم جمعة وعصر الجمعة ساعة الإجابة، عمال يا رب ارزق فلان زوجة صالحة، يا رب كرم زوجة صالحة، كرم بنت الحلال، راحت قافلة بقه. تعمل كده وليه؟ قالت له ها ناصح يا حبيبي، عشان الملائكة والأمن ولك بالمثل، أنت عايز واحدة تانية؟ أمين ولك بالمثل. نسأل. إذا ندرك هذه المعاني، ملائكة متخصصين للتأمين على دعائنا، ملائكة متخصصين للتأمين على صلواتنا، ملائكة متخصصين ليجعلونا أئمة لهم، ملائكة متخصصين ليجاهدوا معنا. والقرآن يحكي غزوة بدر، الصحابة اللي خرجوا الغزوة كم؟ 314. كم عدد الملائكة اللي حضروا معه؟ حد يعرف؟ حد عدوهم؟ طيب القرآن ذكر الأمر ده في 3 مواضيع، ورابعة لبيان مهامهم. يقول تعالى إذ تستغيثون رب، جت في بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف يعني مردفين، قيل متتابعين وقيل الإرداف، يأتوا من خلفكم لحم ثوركم، دول ألف. النبي مع وجود ألف وهم 314 والمشركين 59، لكن الخوف ما زال في قلوب الصحابة، فوعدهم النبي أن الله سينزل لهم 3000. اللي وعد ب3000 من؟ رسول الله. والقرآن يجعل هذا قرآنا يتلى، ويقرر النبي على ما قال، فيقول تعالى وإذ تقول، أي أنت يا محمد، وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. كان هم 1000، ربنا هينزل عليهم فوق 3000، هيروحوا فين هم؟ ها؟ بس يبقى النبي يقعد بكام؟ ب3. ربنا قال بلى، كل ما وعدكم به حق، هيتحقق، خلاص انتهت. بس بعد ب3 هينزل 3 وزيادة كم من عندنا؟ إن تصبروا، بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين مدربين. يبقوا كم دلوقتي؟ 1000 و3 و5، 9000، هم كلهم 950. وصلت؟ ومع ذلك رب العباد جعل مهمتهم، قال إذ يوحى ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، المهمة العظمى فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. واضح؟ ده في بدر، في كل غزوات كذلك. يوم الأحزاب لما فرغ النبي من غزوة الأحزاب ورد الله المشركين بغيظ من منال الخير وكف الله من القتال، عاد النبي إلى بيته بعد 6 أيام عمل متواصل، لما حفر الخندق. إخواننا الخندق ده آية من آيات الله، آية ليه؟ لما أشار سيدنا سلمان الفارس على رسول الله قال يا رسول الله كنا في بلاد فارس، إن كانت جيوش عدونا تفوق جيشنا نخندق لهم خنادق. كل المسلمين الصحابة اللي كانوا في مدينة كام؟ 3000 صحابة. جيوش المشركين جاءت من كل الكرة الأرضية، قريش، واجتمعت معها كل قبائل العرب، غطفا وتغلب وهوازن ورعل وزكوان ومضر، كله اجتمع، ومعهم كل أهل الكتاب، ومن ورائهم الفرس والروم، ومعهم الأحابيش. باختصار اجتمع أهل الأرض على 3000 داخل المدينة. يصف الله تعالى المشهد يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، الأبصار مين؟ الصحابة. وبلغت القلوب، قلوب من؟ الصحابة. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أيقنوا أنه الموت. الموقف العصيب ده عشان يتفادوه قبل ما تتحرك الجيوش، علم معلم أن كل جيوش الأرض سترميها من قوس واحدة،
سلمان أشار يا رسول الله قد حصن الله مدينة بحر شرقية وحر غربية، حر يعني جبل واقف يصعب النزول منه، ففي جانب في حر الشرقية يصعب النزول منها، حر غربية حصن رباني سور رباني، وفي الجنوب حر وجزء فيه بني قريص، لم يبقى إلا الجبهة الشمالية ما بين الحر الشرقية وحر غربية، مسافة كم 10 كيلو. مطلوب نحفر في خندق 10 كيلو، عرض الخندق كام 10 متر، عمقه كام 10 متر، كم يستغرق حفره؟ يعني سألت بعض إخواننا بتوع الشركات الكبيرة الآن دي اللي معهم لوادر والدراسات والكلام ده كله، قلت لهم لو هنحمل حفر خندق كهذا الخندق في المنطقة اللي حفر فيها الخندق اللي موجودة للآن اللي تسمى بمساجد السبعة، مساجد السبعة لم تكن مساجد، اللي جعلها مساجد الخلافة العثمانية عشان نحافظوا على أماكن، لكن كانت هذه أماكن الخيام السبعة التي نصبت يوم الخندق. انظر لشكل الحجارة تحت المساجد، تعرف الحجارة اللي حفر فيها الصحابة، صخر المعابد كانت تكسر عليه. كان مطلوب حفر الخندق والفراغ منه قبل أن تصل قريش إلى المدينة، وبدأ التحرك. كم يستغرق الطريق؟ 11 يوم. أنا سألت المقاولين لو فكرنا نعمل خندق كهذا الخندق الآن بالمعدات الحديثة، أي شركة مقاولات كبيرة ضخمة تطلب كم سماح؟ قالوا 6 شهور. في كم حفروا الصحابة؟ في 6 أيام. وحفر بالفاس والكوريك، وواصلوا الليل مع النهار، ما منهم أحد نام، 6 أيام من غير نوم وشغالين الليل بالنهار، لدرجة يقول حذيفة كنا مع شدة الإعياء يذهب أحدنا بالردم إلى خارج الخندق والآخر ينتظره فأنا حتى أرجع، فيمر النبي علينا يرانا نيام فينضح وجوهنا بالماء يذائبنا، يقول قم يا نومان قم يا نومان. 6 أيام والحفر شغال، وطبعا عشان شغل فريق عمل، أي واحد فينا كسر في الحجارة طاقته كم ساعة في اليوم؟ 3-4 ساعات، البطل يجيب 7 ساعات، لكن يوصلوا 24 ساعة بغنوا وستة أيام متواصلة. الكلام ده يا إخواننا عقلا يفوق الخيال، يفوق الخيال. طبعا عشان شغلهم الشغل ده عايزين بقى فريق عمل وراهم وإدارة تموين ضخمة، شغالين بالكنتاكي وماكدونالدز والسلامات. ظلوا 3 أيام يعملوا بالجوع. يقول جابر بن عبد الله ظللنا 3 أيام نحفر خندق نواصل الليل بالنهار لم يدخل أجوافه نطعام، حتى كاد النبي يسقط بين من شدة الجوع، فربط حجر على بطنه عشان لا يشعر بالجوع، وضع حجر وربط على الحزام. قال فلما أصابه الهزال استأذنت رسول الله وسرعت إلى بيتي، فقلت لامرأتي كذا يا رسول الله اسقط بينا من شدة الجوع، أليس عندك طعام؟ قالت عندي يعني طعام يكفي رسول الله ورجلين معه 3، حبة دقيق وعندي معزة صغيرة يعني تكفي رسول الله ورجل معه 3. قال فخرجت مسرعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا، قلت يا رسول الله أدعوك لتناول الطعام عندي، عندي طعام يكفيك ورجلين معك أو 3 من أصحابك. قال فإذا بالنبي يقول يا جابر اذهب فمر زوجتك ألا ترفع اللكاء عن الطعام، تحطه على النار ما ترفعش الغطاء لغاية ما يأتي. ثم نادى يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. جاب كم صحابي؟ الجيش كله 3000 لوجبتك في 3 هيكلوا 3000. سيدنا جابر فقول رجعت بيتي وجلا فقلت امرأتي ويحك أليس عندك من الطعام غير ذكرتي؟ قالت لا والله. قال قد جاءنا رسول الله بمهاجر الأنصار. قالت يا جابر أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه رجلين معه 3؟ قال نعم أخبرته. قالت إذن لن يخذل الله نبيا. ما هذا اليقين العجيب؟ يقول جابر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم
قال أين الطعام؟ أشرت إليه فرفع الوكاء وقال بسم الله ودعا، ثم قال أطعم إخوانك، فطعم الجيش كله حتى شبع، وطعمت أهلي وزاد في القصعة أكثر مما كان فيها. 3 أيام بالجوع، بالجوع. فخرجوا من الخندق لا قدرة على حراك، المشي حتى كان صعب جدا بالنسبة لهم، ماشي. ومع ذلك من دعي للقتال كان بطل أسد. طب قتال فين؟ ما حصلش قتال؟ لا حصل، حالتين فقط. المشكلة لما حاصر الخندق من كل ناحية، 4 منهم فقط يملكوا خيل قوية فتية، كهروا الخيول حتى قفزت الخندق، عبرت 10 متر. على رأس هؤلاء بطل المصارعة في جزيرة العرب، كان اسمه عمرو بن عبدود. فلما عبر وأصبح 4 في جانب المسلمين، يعني لو عايزين صفوه ما صفوه، لكن الصحابة ما كان أحدهم يستطيع الحراك. فقام هذا المجرم العاتي يسخر المسلمين، قال أيها المسلمون، تزعمون أن من قتل منا دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة؟ قالوا اللهم نعم. قال من منكم يود أن يدخل الجنة ليأتيني حتى أدخله الجنة بسيفي؟ من اللي عايز يقتل يطلع لي أقتله؟ فخرج له شاب في العشرينات، علي بن طالب، كان معه 20 سنة. قال أنا لرسول الله. قال لست الآن علي، الشباب قد تأخذ الحمية. فرد رسول الله، فأعاد عمرو مقولته، فخرج الثاني علي، قال لست الآن علي. طبعا في علم النفس الحديث يقول لك لا تمنعه، هتجيب له كبت. كبت مين؟ ده المعلم سيد الخلق. أول مرة قد تكون حمية شباب، ثاني مرة قد تكون عاطفة. أراد النبي أن يكون الأمر عقيدة. في الثالثة خرج عليه، قال أنت الآن له علي، فتقدم عليه. فلما دنا منه قال من؟ قال علي بن طالب. قال ابن أخي حبيبي أنا لا أريد قتلك. قال علي ولكني أريد قتلك، ولكني أريد قتلك. قال علي كل ما شئت وارجع فأنت صبي، أزول عيب صغير شاب. قال أخيرك بين أمور 3. قال قلها. قال الأولى أن تعلم إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثانية. قال ترجع جيش المشركين إلى مكة تنسحب. قال وهذه لا تستطيع أمتك. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. الفارس يقدر قوته بكام؟ ب100 راجل. عايز أقول أنت ما تسويش 1 على 100 راجل. بارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. فأخذته الحمية والعزة بالإثم. قال بل الند للند، نزل مع فرسه البارز عليه، فهوى على علي بضربة تلقاها بدرعه، وإذا بسيف علي الحقيقة حاجة ولا الخيال، أسطورة. سيف علي يبتر عنقه ويثبت الرأس على السيف، ما سقط الأرض. هات لي أعظم جزار على شاط يعرف يعمل حركة دي، يعرف متى يضرب ومتى يثبت السيف مع سرعة السيف وقوته. طق وراح مثبت السيف، فثبتت الرأس على السيف، قطعت العنق والرأس على السيف، فحملها يا رسول الله. قال علي كيف انقضت علي؟ قال يا رسول الله لما رأيته تذكرت عظمة ربي، فصغر ذلك الرجل في نظري، فانقضت عليه بسيفي فأعان الله على قتله. بعد ما قتل عمرو بن عبود، تحرك الرجل الثاني في الأربعة اللي عبروا اسمه بن نوفل، قال من يبارز؟ فخرج له الزبير بن عوام. فلما دنا الزبير قال له انزل زي ما نزل عمرو، يبقى ند الند. بعد ما شاف عمرو بطل مصارع قتل هينزل؟ قال له لا، انا جبان، قول زي ما انت عايز، لن انزل مع فرسه. لكن حظه نكد ان معه الزبير، رغم اعياء الزبير الشديد وعياء سيدنا علي، لكن لما دعي للقتال كان اسطوره.
الزبير عمل حركة ذكية جدا، معه سهم، فغرز سهمه في الأرض وقفز عليه كالزانة فطار في الهواء، وهو في الهواء راح ضربه ضربة بسيفه فلقته نصفين. تخيل من قوة الضربة قسم الجمجمة والعمود الفقري من رقبته إلى دبره وقطع ظهر الفرس بضربة واحدة. هات لي أجدع جزار الآن على الأرض يعمل عملية دي، هو واقف على الأرض مش طاير في الهواء ومع معزة مش بني آدم، حد يعرف يعملها؟ الزبير فعلها، ففلق الرجل في القي وقطع ظهر الفرس. الاثنين الآخرين اللي عبروا بالفرس بخيولهم شافوا المنظر، راحوا للخلف دور قفزوا وحسمت المعركة، لم يقع قتال إلا هاتان. وصلت، انتهت الأحزاب وانتصر المسلمون بالريح التي عصفت، فعاد النبي لبيته في منتهى العياء، فهم يخلع لأمته، بيخلع عدة حرب، وإذا بالباب يطرق، من؟ قال جبريل، من معك الملائكة؟ ففتح النبي الباب، قال يا رسول الله أخلعت لأمتك؟ قال نعم، قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها وإن سابقوكم إلى بني قريظة. يقول النبي فرأيت النقع على أسنانه، تراب الحرب على أسنان جبريل ومعه الملائكة، إن سابقوكم إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي الصحابة بعد داخل بيوت، من كان يؤمن بالله والآخر فليصلين العصر في بني قريظة. الكلام ده كان إمتى؟ بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. قالوا من كان بالله والآخر فليصلين العصر فين؟ يعني مطلوب نتحرك نوصل قبل العصر عشان صلاة العصر بني قريظة. كم المسافة من مدينة لبني قريظة؟ 4 لـ5 كيلو. كم تستغرق في الوقت عادي 5 كيلو ماشي؟ ساعة، مش كده ولا ايه؟ كم استغرقت مع الصحابة؟ مع الإعياء الشديد وأثر الحفر ظلوا يمشوا من صلاة الظهر إلى العشاء، وصلوا بعد العشاء، لدرجة اختلفوا نص الطريق. طب العصر أذن، نصلي ولا نخليه لما نوصل بني قريظة؟ فريق قال لا، الرسول أراد التعجيل مش هنضيع الفرض، أداء الفرض لوقتها أولى، فصلوا في الطريق. الفريق الثاني قال لا، الرسول قال لنا ما تصلوش العصر إلا في بني قريظة، لم نصلي العصر إلا في بني قريظة. وصلوا العشاء، جمع العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة. وصل معنا الدقيق، هم دول الملائكة، إنا سابقوكم إلى بني قريظة. بل ما هو أشد، لما مات سعد بن معاذ في هذه الغزوة، سعد استشهد، أصيب بسهم واستشهد في غزوة الأحزاب. لما مات وقف النبي على قبره ويقول لو نجا من قبضة القبر أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أثناء سير الجنازة كان صلى الله عليه وسلم يسير على أطراف أصابع قدميه، فسأله الصحابة متعجبين لما ذلك يا رسول الله؟ قال لكثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم 70,000 ملك ليشيعوا جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. يبقى وفد ساقه الرحمن ليحضر جنازة سعد لوحده 70,000 ملك لم تطأ أقدام الأرض قبلهم هذا، خلاف الملائكة اللي طالعين نازلين كلهم حضروا الجنازة، أعداد مهولة جدا، حتى حملة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير على أطراف أصابع قدمي. يعني ما ممكن تحضر جنازتنا الملائكة؟ أيوة أيوة يا أخوانا. أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك من منن الله علينا في أن سخر لنا صفوة خلقه لمتابعتنا ومراعاتنا وتكريمنا وإعداد العمل لنا. عليك معك ملكين أيضا ملازمين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عن شمالك لتسجيل أعمالك، وكلهم يعملوا صالحك.
إذا هممت بالحسنة يكتبها ملك اليمين فورا. الهم في صدرك نفذت هيكتب لك أعظم الأجر. ملك الشمال تفعل السيئة يهم يكتب ملك اليمين يقول له انظره اديله فرصة علّه يستغفر ويتوب. كلهم يعمل صالحك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل هؤلاء لا سخروا. أيوه لما نجد من الله هذا الكم الكبير جدا وهذا الفضل العظيم جدا أما نستحي من أنفسنا ونعرف أننا عبيد لرب شرفنا كله في عبوديتنا له وعزنا كله في خضوعنا له وسعادتنا كلها في الانصياع لأمره وفلاحنا في الدنيا والآخرة باتباع هدي نبيه؟ أيحل لنا بعد هذا كله أن نغفل عن الله وذكره؟ أن نحيا بغير وحيه؟ أنا سخت هذه المعاني في عجالة سريعة جدا باختصار شديد جدا. فالإيمان بكل هؤلاء الملائكة أصل من أصول الإيمان ولو نعلم حقيقته لما جرحنا مشاعرهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. الصحابة سألوه لماذا؟ قال لأن الصلاة مشهودة تحضرها الملائكة وهم يتأذون بما تأذى به ابن آدم يتأذون ريحة ثوم البصل. فنهانا رسول الله أن نحضر جماعة حال أكلنا ثوم بصل حتى لا نؤذي الملائكة. فما بالك براح المسجد وشرابه أنت من ثوم البصل؟ نستحي. يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد رحيم بيوت الله تتأدب. كل هذه معاني ارتبط بها شعائر عندنا عبادات عندنا سنن في حياتنا. كل منا طالب أن يلزم حدوده وأن يتقي الله في نفسه وأن يلزم طاعة ربه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يصل بهذا الخير كله. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر حول هذه الآية. طبعا الشيخ قرأ الربع الكامل بقية الربع تفصيل يطول لا مجال الآن لشرحه كله. وجزاكم الله خير حسن استماعكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.